الجدير بالنهاية عاوز أقول أحبائي في فرق بين فصح اليهود والعشاء الرباني. فصح اليهود كان محدود لأمة واحدة، أما العشاء الرباني للكنيسة المفدية، الكنيسة التي اختبرت خلاص المسيح، وأن هذا الشيء يمارس في كل اجتماع، لأنكم كلما أكلتم في أي اجتماع منجتمع فهذا الشيء مش بيقتصر على أمة واحدة. شيء ثاني، فصح اليهود كان مرة واحدة في السنة في عيد الفصح، لكن الكنيسة تحتفل في الفريضة في العشاء الربانية في كل اجتماع. الشيء الثالث، هذا الفصح كان افتقاد لشعب إسرائيل وإنقاذهم من أرض العبودية، من أرض الفصح، لكن الفريضة أو العشاء الربانية منتذكر إنقاذنا وخلاصنا من عبودية الخطيئة.